أفرا، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح اليوم في قاعة مسرح الجامعة الأمريكية في الشارقة وضمن مواصلة الإمارة لاحتفالاتها بلقب عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2014 شهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحضارة الإسلامية في القرن 21 تحت شعار آفاق عالمية والذي تنظمه إدارة متاحف الشارقة بالتعاون مع الجامعة والذي تتواصل أعماله وجلساته على مدى يومين.